لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا، يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال ويسعد صباحكم أينما كنتم. وحشتوني، مش عارفة أقول لكم إيه، بس وحشتوني جدا جدا جدا، يومين غايبة عنكم بس مفتقداكم افتقاد واسع النطاق، ولكن اعذروني لان انا الايام دي ابني هيبتدي امتحانات، فانتوا عارفين بقى دور الام بعد الدرس ده في مراجعه، فلازم انقذ من هنا لهنا الطفل لوحده، كمان في مصر مطر رهيبه جدا جدا، فبنجي لجري نجيب العربيه ناخد التاكسي كده، يعني ضرب جامد جامد، يا رب يعدي على خير. ولكن الطلب مني على الكومنتات، قالت لي كده باختصار شديد اللهجه لو سمحتي هاتيلي وصفة لإزالة تشققات الأقدام من غير ما أتعب نفسي. طيب جايبالك النهاردة حاجة حلوة جدا من غير ما تتعبي نفسك، حاجة بسيطة جدا، جايبالك كريم بنسلين. الكريم ده أو لأ، فازلين أو لأ، بمعنى عشان تنزلي تشققات الأقدام لازم تعملي إزالة طبقة للجلد الميت والتشققات اللي بتكون على السطح. طب دي احنا هنزلها ازاي؟ بسيطة جدا، طبق مية سخنة فيه شوية ملح خشن ومعلقة زيت زيتون ونص ليمونة، حلو كده؟ هتنقعي في رجلك نص ساعة وتمام التمام، هتطلعيها، ودي ده حجر خفاف بتزيل منه كده الطبقة الميتة، مفيش ده في ده، مفيش ده في الأسود، كل ده لإما تجيبيه من العشاب لإما من الصيدلية، قولوا له لو سمحت حجر خفاف هيجيبهولك أو حجر الأقدام، حلو كده؟ طيب بعد كده هتجيبي لإما فازلين، أي نوع فازلين، لإما الأوريجينال لإما العادي، الاتنين شغالين، واللي يقول لي غير كده أقول له لأ الاتنين شغالين عادي. بتدهني مكان ال نعملك اعملي تمام، بتدهني مكان التشققات كويس جدا جدا، مش عايزه تحط فازلين وهيضايقك، بتحطي طبعا من بالليل للصبح، وصفه سريعه جدا، بتحطيه من بالليل للصبح وكل يوم تعملي كده لمده اسبوع، لو التشققات عندك عميقه هي اسبوع، لو مش عميقه من اول يومين هتلاقي عندك ازاله تماما للتشققات. طيب عايزه مش عايزه ده يبقى بنسي نور كريم ده كويس جدا، انا بحطه بقى وانا نازله هقابل الجو وانا مش راجعه من الجو، ان شاء الله هعمل لكم كمان كريم للبشره ازاي ان احنا نقدر نتغلب على المساله دي بكل سهوله. طيب لو مش عندك ده هتحطي البنسونيل كريم، نحط لكم اسمه ده بالانجلش، تحطي بعد العمليه دي على المكان فيه تشققات، ده هيضيعها وده هيضيعها ان شاء الله. بشكل عام امني على ده يكون عندك في البيت، دايما حطيه على كل مناطق جسمك اللي هي هتتعرض للبرد وممكن يجي منها تشققات، لان البنسلين كريم رائع جدا وريحته جميله جدا جدا، اهم حاجه ان احنا ما نستخدموش على المدى الطويل، الاعتدال في كل الامور سهل جدا، يعني ان احنا نستخدمه في فتره صغيره ونوقفه، ولو حصل تشققات تاني بنستخدمه عادي جدا. ده انا اتمنى ان انا اكون اختصرت لك كمان، والاختصار شديد اللهجه زي ما طلبتي، وده بكل بساطه ومن غير اي حاجه، ولو انت حابه كمان وصفه او تركيبه من الصيدليه ممكن جدا اروح لدكتور الصيدليه واقول له لو سمحت قول لي على تركيبه صيدلانيه لاي حاجه انتم محتاجينها، تمام؟ يعني كل ده تقدروا ان انتم تطلبوه بكل بساطه. اتمنى ان انا اكون لبيت طلبك، واعذروني لو انا بتاخر عنكم شويه، متابعين الكرام بحبكم جدا 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 وسامحوني التأخير، وخلي بالكم من نفسكم وتذكروا دائما وابدا اني بحبكم، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله.